الأستاذ إيهاب الجنيدي ضيفنا العزيز، منورنا ومشرفنا في الاستوديو في هذه اللحظات للحديث عن العديد والعديد من الأمور على الساحة المحلية والعالمية. أستاذ إيهاب أهلا بيك. أهلا بيك يا أمير، وتحياتي لقناة الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي. هطلب منك بس تعلي صوتك شوية. تمام ماشي. طيب في كلام كتير نبتدي بالأهلي، طبعا ده الأهم بالنسبة لنا، وفيما يتعلق بمدير فني جديد وتولي مسؤولية، والنهاردة كان تاني مران يقود في النادي الأهلي مستر رينيه فايلر. رأيك في المدرب بالتحديد بعد المؤتمر الصحفي بالأمس؟ تمام. احنا الفكرة كانت عندنا عن المدرب دوت فكرة شبه مؤتمر، عشان ننكر يعني مش عارفينه كتير في العالم العربي، راجل ما دربش هنا، درب كل شغله في اوروبا ولكن من خلال المؤتمر الصحفي اللي شفناه امبارح، تصريحات الراجل ادتني ثقه. كويس. ظهور الراجل، كلامه، ثقته في نفسه وثقته في المرحله الجايه، ادراكه لاهميه المرحله الجايه اللي منتظراه في النادي الاهلي، ده كان شيء مهم جدا انه اتكلم فيه. عارف ان النادي الاهلي نادي جماهيري، نادي ليه شعبيه كبيره جدا في مصر وافريقيا والعالم العربي، عارف خطوره المرحله الجايه والتحديات اللي جايه، وان الجماهير دايما بتاعت النادي الاهلي لا تعرف سوى البطولات. الراجل مدرك ده كله وده قاله. برضه عجبني انه اتكلم على موهبه اللاعب المصري، عارف ان اللاعب المصري لاعب موهوب ولاعب مزاجي شويه، قال دي حاططها في دماغي. شفنا في تدريب امبارح واللي كمل برضه في تدريب النهارده، الراجل واقف في تدريب بيتحرك في كل حاجه نشيط. كل صغيره وكبيره بيتكلم عليها، بيعالج اخطاء معينه. هو الراجل هيحتاج شغل فني كتير الفتره الجايه عشان يوصل بالفريق للي هو في دماغه اللي هو عايزه. برضه عجبني انه اتكلم في قطاع الناشئين. ده شيء مهم، يعني ده شيء مهم جدا انك اي مدرب بيتكلم في قطاع الناشئين. دي لقطات من مران امبارح بالمناسبه. تمام. اتفضل. العالم كله دلوقتي زي ما احنا شايفين انه بيتابع الناشئين وبيتابع، لازم اختار العناصر الجيده دايما في قطاع الناشئين طبعا. وكان النادي الاهلي كان دايما كده، وشفنا نتاج رمضان صبحي، حسام عاشور قبليه من ام جوزيه، تريزيجي وسعد سمير، لعيبه كتيره جدا في النادي الاهلي. حسين السيد. فإن على فكره احنا عندنا قائمه دلوقتي مليئه بابناء النادي الاهلي بالمناسبه، يعني بالزبط. عندك عدد كبير جدا من الموجودين يعني. بالظبط. في يناير ممكن يكون في موجود حد كمان. الفرقه ديت يعني زي ما انت بتقول كده يا امير، فريق النادي الاهلي في الوقت الحالي مختلف شويه عن السنين اللي فاتت، عن الفريق اللي قبليه اللي كان ملان لعيبه جايه من بره، مختلف حتى عن فريق، انا عايز اقول لك فريق مانويل جوزيه، فريق الانجازات الكبير اللي كان برده فيه لعيبه كتير جدا الاهلي مشتريها من خارج النادي الاهلي. انما الاهلي دلوقتي فيه ميزه كبيره جدا، اللعيبه اللي موجوده فيه معظمهم من ابناء الاهلي. كويس. حتى في لعيبه جايه من بره برده كانوا من ابناء الاهلي في البدايه. هو في الاخر اي حد بيدخل النادي الاهلي هو جاي بيته، يعني هو موجود في بيته واكيد يعتبر ابن من ابناء النادي الاهلي يعني. انت بص، انا عايز اشدد على نقطه مهمه برده للنادي الاهلي لجماهيره، نقطه المدرب دلوقتي والحديث حولها. احنا المدرب دلوقتي فيه اختيار، العالم كله دلوقتي بيتجه للشباب. انا مدرب شاب، مدرب شاب، جبت مدرب شاب عنده 45 سنه، ما جبتش بالظبط، ما جبتش مدرب كبير. انا عجبني جدا ان امبارح كلام الدكتور طه اسماعيل بالمناسبه دي، قال انه راجل مش لابس بدله، مش من اصحاب الكرافتات الشيك في الدوري الانجليزي على المقوله الشهيره، ويقعد على الدكه وبس وخلاص. لا، ده راجل نزل الملعب، شفناها في التدريبين اللي حصلوا، نزل الملعب بيقف على كل حاجه، بيعالج. ده مدرب الاهلي محتاجه في الفتره دي. بالظبط. انا جبت اسماء كبيره برضو الفتره اللي فاتت، ما ضافوش حاجه وما حلفنيش التوفيق. مارتن يول واحد من اشهر مدربي العالم. بس بالمناسبه يعني عشان نقول برضو حاجه مهمه جدا، من ضمن الاسماء الكبيره لو كانوا كملوا كانوا هيفرقوا جدا مع النادي الاهلي مستر بيسيرو. طبعا جوزيه بيسيرو كان مدرب كويس، لكن كان عرض من بورتو، راح بورتو للاسف يعني ساعتها. طبعا بورتو في البرتغال، ما انا بقول لك بورتو في البرتغال النادي الاهلي طبعا مصر. فلا يرفض عندهم هناك اي برتغالي جاي له بورتو مش هيسيبه طبعا. واي مدرب كبير، انا عايز اعرف يعني مانويل جوزيه بدا مع فريق اسمه اسبين هو درجه ثالثه وصعد بيه، جوزيه مورينيو اعظم الاسماء فلاش دلوقتي حاليا البرتغالي اللي بقى اسمه بيتردد وبقى اسم كبير، بوكوتينيو صح، قبل توتنهام مين يعرفه؟ محدش. الانديه بتصنع اسماء المدربين صح. الانديه والانديه الكبيره في العالم كله تصنع اسماء المدربين. هي اندرلخت ازاي فكرت ان هي تجيب بايلر؟ بالظبط. كان برضه هو يعني قبل كده بسنتين مثلا كان مدرب 43 سنه، يعني بقول لك كان مدرب يعني برضه مالوش السي في الكبير زي ما بيتكلموا. ولكن هو الاتجاه في العالم كله دلوقتي على فكره في الاتجاه ده، في الجانب ده، ان انت تجيب مدرب شاب يكون عنده طموحات مميزه وتقدر بالمناسبه يا جماعه احنا مش بنتكلم كل يوم الكلام ده عشان نحاول نقنع الجماهير، طبعا جمهور النادي الاهلي جمهور كبير وكل حاجه، لكن فكر فيها بمنطقيه وعقلانيه شويه.
كما هو المعتاد طبعا من جماهير عظيمه جماهير النادي الاهلي. مش شرط السي في هو اللي ينجح، طبيعي مش شرط خالص السي في هو اللي ينجح. تمام. دايما الشخصيه هي اللي بتنجح، شخصيه وكيفيه اداره الفنيه والاداريه. الاداره عندك دلوقتي حاليا وفرت لك كل شيء. ده شيء مهم جدا طبعا. انا كراجل ناقد رياضي انا كان عاجبني جدا كارترون، مدرب كان جيد جدا في وقت من الوقت، بس جاله وقت كانت القماشه اللي معاه سيئه، كانش معاه قماشه تقدر تحقق النجاح. انت حاليا لديك في كل مركز في النادي الاهلي لاعب واثنين وثلاثه على نفس المستوى. فعلا محتاجين حاليا لمدرب يشتغل فني قبل اي حاجه، اشتغل فني. كل شيء موفر ليك والاداره وفرت لك كل شيء، وتم تحقيق طلبات المدرب اللي هي الاضافه لمدرب حراس مرمى اللي تقريبا مش مسبوقه كتير في الكره المصريه بالظبط كده ولا في النادي الاهلي. لا، جيت بمدرب حراس مرمى، اوكي، يعني الاداره وفرت لك طلباتك، مدرب احمال ومساعد مدرب اجنبي وكل اللي انت عايزه، تمام، وفي محلل اداء الفتره الجايه زي ما سمعنا جاي بالظبط. فكل الحاجه متوفره لديك قماشه حاليا هي الافضل تقريبا في مصر. طبعا مش عايزين نقول في كل الخطوط، هي الافضل. خط النص حاليا في النادي الاهلي عندنا عمرو السوليه، عندنا حمدي فتحي، خط النص ما شاء الله الخبره حسام عاشور، ادي نص الملعب الدفاعي، واليو ديانج طبعا لسه محمد محمود. نخش على الجانب الهجومي بقى، لسه اقول لك محمد محمود، صالح جمعه، قفشه، لعيبه كتير، الجناحات وليد سليمان، محمد هاني ورا، واحمد فتحي، و علي معلول، محمود وحيد، وحسين السيد. لا ما شاء الله، يعني الدفاع، حتى قلوب الدفاع انت جبت مساكين حاليا، جبت محمود متولي وقبليه ياسر ابراهيم وربيعه ما شاء الله، بعد ما رجع بقى لعيب اساسي واقتنص مكانه. وسعد سمير راجع من الاصابه، وايمن اشرف لاعب جوكر بيلعب في اكتر من مركز. انت لديك حاليا الان في كل المراكز، حتى مركز حراسه المرمى، راس المرمى محمد الشناوي وعوده شريف اكرامي هتبقى محمد الشناوي والمنافسه مع شريف اكرامي الفتره الجايه وعلي لطفي راس الحربه. انا ضد كل الهجوم اللي على وليد ازارو من البعض. انا شايف ان وليد ازارو واحد من افضل المهاجمين في مصر. بالظبط كلامي ده قد لا يعجب البعض، قد يهاجموه. انا عايز ايه من مهاجم؟ مهاجم هو ينقصه التوفيق، ينقصه التوفيق والثقه. قابلناه هو الفتره اللي فاتت ما عندوش ثقه في نفسه شويه. بالظبط، هو الراجل في انهاء الهجوم ده هيبقى شغل، هيبقى شغل مستر فايلر الفتره الجايه بجانب الشغل الفني، شغل اعاده الثقه للاعبين، شغل منح الثقه. انما وليد ازارو مهاجم مجتهد، مهاجم هجام، بيخش وبيتعب الدفاعات وبيخلق مساحات، بيخلق مساحات للي جايين من ورا، كل حاجه. هو ينقصه بعض الثقه في نفسه وبعض التوفيق. هتيجي فلافيو كان كده في البدايه. يعني فلافيو تذكر معي ان الكثير من جماهير النادي الاهلي كانوا عايزينه يمشي. فعلا اول موسم ليه عايزينه يمشي وعال على الفريق وازاي تجيبوا لعيب زي ده ولا يكون يمشي. يا ريتنا نلاقي زي فلافيو. عذرا بعد كده كله بقى بيشيد بفلافيو، بقى راس الحربه وبقى المثلث الرهيب مع عماد متعب وابو تريكا والجيل الذهبي ده في النادي الاهلي. فحاليا انت لديك جيل مميز جدا من اللاعبين، جبت مدير فني، مش بنطبل ولا بنقول حاجه، لا، جبت مدير فني صغير، مدير فني لديه طموح، مدير فني عايز يشتغل. التوفيق وعدم التوفيق من عند الله عز وجل. هل انت لو جبت مدير فني بسي في قوي جدا نجاحه مضمون؟ لا طبعا مش مضمون، صح؟ يعني الموضوع مش مرهون بالسي في. التجربه كتيره عندنا يعني في العالم كله. سبيشال 1 رقم واحد جوزيه مورينيو، مانشستر يونايتد، وكل الامكانيات. هو طبعا كان محتاج لاعبين اكتر من كده في الحقيقه، يعني وكان لديه فريق قوي، مش هنقول برضه كان لديه فريق قوي، جابوا بوكبا بقد كده، بوكبا كان لديه فريق مميز. يكفي ان عنده احد اعظم حراس المرمى في العالم دخيه، وعنده في نص الملعب بول بوكبا، وعنده راسين حربه كانوا لوكاكو وسانشيز وراشفورد. بالظبط اللي بيقولوا عليه امل الكره الانجليزيه. طبعاً كان طبعاً لديه فريق قوي برضه. لا شيء ومشي، مشوه اقاله لانه جابوا ابن من ابنائه، جابوا مين؟ سولجاير. سولجر لسه صغير. اولي جونار سامسكاير مدرب ملوش نجاح، يعني ملوش نجاحات سابقه، ملوش اي حاجه، ولكن ترشيح واحد يعني برضو زي، مش عايز اشبه برضو واقول زي الدكتور طه اسماعيل هناك، لا ده المدرب الاسطوري بتاعهم أليكس فيرغسون. طبعا رشح الراجل ده مدرب صغير والجماهير بتثق في رايه. طبعا خلاص دول اللي حصل مع منتخب اسبانيا جولين لوبيتيجي. بالظبط مدرب مكسر الدنيا وعامل كل حاجه مع منتخب اسبانيا، ريال مدريد خلاه يسيب المنتخب قبل كاس العالم. خلاه يسيب المنتخب قبل كاس العالم ومشوه من المنتخب، وخدوا قرار فوري في المنتخب ردا على الموقف ده، انهم متضايقين ثلاثه ومشي. انهم ايه قرار فوري تمشيته من المنتخب قبل مباريات كاس العالم بحوالي 10 ايام تقريبا. ايه اللي حصل؟ راح مع ريال مدريد فشل. فانت النجاح والتوفيق وعدم التوفيق ده من عند الله،
ومقاومات كثيره وعوامل انت بتحاول توفر وعوامل كثيره السبل اللي تساعد على النجاح وفي الاخر التوفيق من عند ربنا يعني وباذن الله ان شاء الله نكون موفقين خلال الفترة ان شاء الله انا يعني متفائل خير بالراجل وتصريحاته وكلامه يبقى العمل على ارض الواقع تنتظره تجربه او اختبار صعب في بدايه مهمته لانه اختبار في حاجه لم يعتدها مش هنقول حتى الدوري المصري المحلي لا ممكن تكون مباراه سهله فيها تعويض كذا لكن تنتظر مهمه خارج البلاد امام كانو سبورت بطل غينيا يوم 14 الجاي بس ان شاء الله النادي الاهلي قادر على عبور المباراه دي وقادر انها تكون بصمه اول بصمه لرينيفا كيف تتوقع البدايه بالنسبه لمستر فايلر في المباراه دي؟ المباراه دي خلينا نقول اكتر هتعتمد على قدرات وخبرات لعيب الاهلي كويس اكتر من مدرب تمام يعني مبدئيا كده يعني لسه يعني بالظبط يعني مش هنقول ان الراجل خلاص بقى ليه بصمه في اول مباراه او في خلال 10 ايام اي نعم هيبقى ليه بصمه هيبقى ليه توظيف في اللاعبين هنشوفه في ارض الملعب ولكن الاكتر في المباراه دي ومن السنين اللي فاتت والبطولات اللي خدوها اللاعبين هتبقى الماتش ده معتمد على قدرات وخبرات لعيب الاهلي طب ممكن تشبيه صغير ممكن واحد من اللي بيتفرجوا عليه من جمهورنا او جمهور النادي الاهلي العزيز يعني يقول لك ايه طب ما هو دي صبر مسك بيراميدز ومن اول ما مسك الفريق ما شاء الله البصمه بتاعته باينه وبيكسب كل الماتشات يعني وكده هل ممكن نلاقي نفس الحال ده مع مستر فايلر ولا الاسم يختلف الضغوط تختلف الاهلي عن بيراميدز الضغوط عوامل كتير الضغوط تختلف الظروف المحيطه تختلف كويس لسبب الراجل معتاد على الدوري المصري سبق ليه التدريب مع النادي الاسماعيلي معتاد على الكره الافريقيه درب اكثر من فريق فيها اخرهم منتخب اوغندا معتاد على الاجواء المصريه وكان لسه فيها في بطوله كاس الامم الافريقيه ده كله لا يتوفر لمستر ريناني فايرا كل الامور بالنسبه له جديده فالوضع مختلف شويه ولكن زي ما قلت لك لازم هيبقى ليه بصمه أكيد. ولكن مش هي دي اللي هتحسم المباراه مباراه زي ديت بعد مدرب يمسك وبعد 10 ايام عنده مباراه مهمه خارج ملعبه في دور 32 لدوري ابطال افريقيا المباراه زي دي هتعتمد اكتر على خبرات لعيب الاهلي وقدرات لعيب الاهلي وثقتهم الكبيره في نفسهم ان هم دايما متواجدين في الادوار النهائيه باذن الله للبطوله والمنافسه على اللقب حلم الجماهير كل لاعب في الاهلي بيدرك حاليا ان دوري ابطال افريقيا هو حلم جماهير النادي طيب. الاهلي كلها طبعاً. وهدفهم الاول طبعا حاطينه فالماتش ده هيبقى احمد فتحي باذن الله الشناوي وليد سليمان كل لعيبه حسام عاشور لعيبه الخبره في النادي الاهلي هيبقى لها دور في المباراه دي ان في الكلام مع زمايلهم في عبور المباراه دي وواثق باذن الله وانا بقولها من هنا واثق ان النادي الاهلي هيعدي المباراه ان لم يربح هناك ايضا في خارج ملعبه هل نقدر باذن الله هل نقدر نستشف طريقه مستر فايلر في إدارة المباريات من خلال تصريحاته امبارح هل بيحب الجانب الهجومي أكتر الاتزان مثلا التوازن في الملعب ما بين الدفاع والهجوم وكمان هو كان ليه تصريح امبارح قال أنا بحب الأهداف كتير لكن في نفس الوقت الطريقة الهجومية دي هتترتب على إمكانيات اللاعبين الموجودين عندي وده تصريح مميز جدا ممكن واحد يقول لك إيه أنا بلعب بطريقة هجومية ده أنا بلعب حلو أوي وكلام مؤتمرات زي ما أنت عارف تمام لكن الواضح إن تصريحاته متزنة جدا هل نقدر نستشف من تصريحاته دي أسلوبه إيه هيبقى في الملعب؟ بص من واقع السي في بتاع الراجل والانديه اللي دربها الراجل بيميل للاعب الهجومي حلو ده كلام شفناه في كل الانديه اللي دربها كويس. عدد الاهداف اللي احرزها نورنبرج اللي احرزها عند اللخت رغم حتى الماتشات اللي كان بيخسرها مع لوزيرن اكثر عدد مباريات خسره مع لوزيرن السويسري برضه كان بيجيب اهداف في المباراه دي بنسبه كبيره فهو الراجل يميل للاعب الهجومي ولكن كويس. هو قال كلمه مهمه جدا اللي انت قلتها قدرات اللعيب صح انا مش هقدر العب هجومي من غير قدرات اللعيبه اللي قدامي تعمل لي ايه ومع فريق بطل الامر بيختلف عندك القدرات الامر بيختلف عندك طبعا. قدرات ولكن المنافس بيقابلك بوجه تاني مش هو اللي بيقابل بيه لوزيرد مش هو اللي بيقابل بيه نورنبرج لا طبعا. الاهلي فريق بطل كل الفرق خلي في علمك الفرق بتلاعب الاهلي سواء بره وجوه دفاع متكتل زي ما اغلب المباريات بنشوفها واعتماد على هجمات مرتده او على تنظيم هجمه سريعه فده كله لازم يبقى حاطه في اعتباره اكيد هو شاف المباريات راجل فنيا برضه مدير فني وشاف المباريات وعارف كل حاجه وشاف قدرات لعيب الاهلي وعارف قدرات كل لاعب وهو هيبدا يحط الخطه اللي تناسب النادي الاهلي الفتره الجايه من خلال الكلام ده باذن الله نتمنى له كل التوفيق ونتمنى للاعبين كمان التوفيق خلال الفتره اللي جايه عايز اروح معاك شويه محليا واخر الاخبار المحليه وبالتحديد ملف المدير الفني لمنتخب مصر وهو ده الحديث الدائم ويوميا في الحقيقه بنتكلم في الموضوع ده لغايه لما نشوف هيعلنوا امتى طب امتى هيعلنوا؟ مش عارف قول لي مش عارف برضو طيب اليوم السابع بتقول لك تعرف على مدرب منتخب مصر القادم شحاته يقترب هل فعلا كابتن حسن شحاته يقترب؟ والله لو ده يعني مع احترامي الكابتن حسن شحاته
احد اساطير الكره المصريه طبعا. لاعبا ومدربا اكيد فيهاش كلام يعني الكره أكيد. المصريه والافريقيه والاسيويه كمان يعني طبعا. نعطي الرجل حقه ولكن مش ده الفكر اللي في العالم مش ده الاتجاه اللي في العالم لازم ابدا اجيب مدرب شاب احنا دي قلناها لمنتخب مصر وعندي اسماء جيده جدا هعيدها تاني في الكره المصريه اسماء مدربين شباب قادرين انهم يحققوا لي الطموحات اللي انا عايزها عندي ناس كتير ولكن يبقى القائمون على الكره المصريه الفتره الجايه اختار بعين ثاقبه اختار راجل عايز يشتغل راجل عايز ينجح راجل لديه طموح راجل بيشوف كل الانديه وبيشوف الناشئين وبيشوف قطاعات الانديه وبيتفرج ويعرف يعمل منتخب كويس لمصر الفتره الجايه الناس محبطه مين اللي يعرف يعمل منتخب كويس لمصر من وجهه نظرك انا قلت الكلام ده قبل كده من ضمن المرشحين وهكرره تاني بعيدا عن الاسماء انا شايف ان الكابتن طارق العشري وبقولها تاني هو الانسب بس هو مش مرشح دلوقتي انا بقول لك هو مش مرشح ولكن هو الانسب لمنتخب مصر والكابتن ربيع ياسين واحد من الاسمين دول هو الانسب لمنتخب مصر لو بنتكلم في الخمسه اللي قال عليهم الدكتور عمرو الجنايني تختار مين فيهم اللي يقدر يحقق الاهداف المطلوبه من منتخب مصر يعني ويعمل منتخب احنا بقينا منحصرين في الخمسه في الخمسه دول. كابتن حسام بدري كابتن حسن شحاته كابتن احمد حسام ميدو كابتن ايهاب جلال كابتن حسام حسن تختار مين والله ايهاب جلال وميدو ايهاب جلال وميدو مع بعض ولا لا يعني هم دول اختياراتي احد واحد منهم ما دام انحصرنا في الاختيارات دي وحطينا فيهم يبقى واحد من الاثنين دول الخبر وإن كان اللي وإن كان يعني الدنيا قدامنا لسه ان احنا نختار انا مش عارف ليه احصر نفسي في اسماء معينه طب في اقتراح انا قريته يعني من خلال المتن في الخبر الخاص باليوم السابع ان ممكن يبقى كابتن حسن شحاته ومعاه كابتن ايهاب جلال هل الاتجاه ده ممكن يبقى كويس من وجهه نظرك طب حسن شحاته ايه مدير فني وكابتن ايهاب جلال مدرب ما عملناش حاجه طب لو الاقتراح ان كابتن حسن شحاته يبقى مشرف على المنتخب مستشار فني ومشرف على المنتخب زي ما حصل مع ويبقى كابتن ايهاب جلال مدير فني كابتن فتحي نصير قبل كده وكابتن محمود جوهري في وقت من الاوقات يعني وقت قليل يعني في اخر وقت قليل قوي كمدير فني اتحاد الكوره مدير فني اتحاد الكوره انا اجيب راجل زي ده قيمه وقامه زي الكابتن حسن شحاته استفاد منه مدير فني للكره المصريه كلها مدير فني لاتحاد الكوره يخطط للمنتخبات يرسم سياسات احنا شايفين فيركسون حتى الان عنصر مؤثر في مانشستر يونايتد كل شيء داخل مانشستر يونايتد طبعا في الكوره يرجعوا لفيركسون برغم انه بره مش في الصوره مش مدير فني ولا مدرب ولا اي حاجه طبعا. ده احنا عايزين كابتن حسن شحاته في مكان زي ده في اتحاد الكوره راجل يدير الكوره المصريه يخطط للكوره المصريه يضع خطط للمستقبل مع مدرب شاب طموح عايز ينجح عايز يصنع اسم بس لما يقع هيجي هنا هيقع حسن شحاته لا خبرات السنين هتتكلم لا خد بالك خلي بالك من دي خد بالك لا دي في افريقيا بنعمل كده في الماتش اللي بره ملعبك ده انت محتاج تعمل كذا توجيهات موجوده فممكن كابتن حسن شحاته يرفض انه يكون مشرف على منتخب او مدير فني اتحاد كوره او هذه الامور يعني او هذه الاتجاهات من وجهه نظرك هو اقدر الناس على الاجابه على السؤال ده كابتن حسن شحاته تتوقع عين صعب يوافق على كده طالما هو الاعلام والهاء والفتره اللي فاتت صنعت قدام حسن شحاته انك جاي المدير الفني امكانيه العوده كمدير فني امكانيه العوده كمدير فني طيب مع مجد غابر تليد ثلاث بطولات افريقيه متتاليه شهوه ليهم كبيره لا هيبقى في عند كابتن حسن شحاته لا انا ارجع في امجاد صنعتها في تاريخ كبير صنعته هو في الحقيقه مدرب عظيم كابتن حسن شحاته يعني طبعا كلام ما يقلش خالص من كابتن حسن شحاته مدرب ما فيش حد لسه بنقول اعظم مدرب في تاريخ الكره المصريه مع الجنرال محمود الجوهري لا كلام يعني هم دول الاثنين الكره المصريه الاثنين دول طيب نتمنى كل التوفيق في الاختيار في النهايه وان شاء الله نتمنى هم يختاروا قريب جدا عشان بقى نركز في التحديات اللي جايه طيب عايز اروح لسوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك بتاع السنه اللي مش اللي خلصت اللي قبليها لازم اكد كل مره على الموضوع ده لان ممكن الواحد يتلخبط خلي بالك يعني السوبر اللي فات ولا اللي جاي فين وامتى والله يعني كان في ميعاد زي ما احنا عارفين السابق كان ايه يوم 18 18 مش عارف هيتعدل لازم يتعدل اصلا ما فيهاش ما بقول لك مش مش هينفع خالص الميعاد فهل التاجيل الجديد احنا مش عارفين يعني وبرضه ده هيكررنا لنقطه الجدول المسابقه الموسم الجاي واللي قاله عمرو الجنايني هل هيبقى في جدول مسابقه لا 19 20 واضح المعالم محدد ما فيهوش طب والنبي اجل لي دي لا وقال لك كمان بالساعه ما انا بقول لك طب والنبي اجل لي دي طب والنبي لا انا رايح العب بعد بكره مش عارف فين معلش لا انا تعبان راجع من رحله السفر ودي لي الماتش ده هنا
ده كانوا كمان السنه اللي فاتت بيتكلموا فعلا في توقيت المباراه الساعه 7 ولا 8 تهريج ده. طب لا قبل الماتش بيوم يقول لك الماتش بقى الساعه 8 بالظبط بدل 7 نقل المباراه كذا من الساعه كذا للساعه كذا يقول لك عشان في ماتش تاني في الدوري عشان في ماتش في ماتش تاني. سوء تخطيط سوء اداره. والله المهندس عمرو الجنايني قال لك الموضوع مختلف لن تكون هناك مجاملات وفقا لتصريحاته سيكون هناك جدول واضح للجميع سيطبق على الكبير والصغير. نتمنى ذلك نتمنى التجارب مليئه في العالم مليئه في العالم حتى في المنطقه لدينا حاليا الدوري السعودي حاجه جامده قوي بقى مثال بيتضرب بيه حاجه جامده قوي بقى مثال بيتضرب بيه مباريات باليوم عارفها زي البرايمر ليج وعلى فكره هو بيطبق نفس تجربه البرايمر ليج ونفس الشركه اللي بتنظم البرايمر ليج هي اللي بتنظم الدوري السعودي وعندهم فار كمان دلوقتي بالظبط. فانا نامل ان اللي قاله الجنايني يتطبق نامل ان يبقى في جدول واضح لمسابقه الدوري من الاسبوع الاول للاسبوع الاخير مواعيد ما فيهاش والنبي اجل دي والنبي انا هلعب بكره في افريقيا فهرجع كذا لكل الانديه انا بتكلم على كل الانديه سواء مش نادي دون نادي احنا بنشوف في اوروبا مانشستر يونايتد النهارده بيسافر مع الفريق طبعا القاره الاوروبيه الصغيره وان السفر سهل جدا بينها عن افريقيا وصعوبه السفر فيها بس بنشوف في نظام النهارده الفرقه بتلعب في دوري ابطال اوروبا ترجع بعد يومين بلاقيها بتلعب في الدوري ماتش صعب وماتش قمه ترجع تسافر وتلعب ماتش تاني في نظام وفي حاجه معموله ده اللي نأمله في الموسم موضوع السفريات ده انا مش عايز اكسر مقاديفه يعني الدكتور عمرو الجنايني موضوع السفر فعلا في افريقيا الاهلي والزمالك لو كملوا باذن الله في بطوله دوري ابطال افريقيا هيبقى انت مش عارف الاهلي هيلاعب مين في المجموعات والزمالك هيلاعب مين ممكن السفريات تبقى بعيده وممكن تبقى قريبه فلو بعيده انت هتحتاج ان انت غصب عنك تاجل ماتش في الدوري او تغير ميعاده فاعتقد ان هو ما كانش حاسب التصريح ده بشكل كويس يعني بالنسبه لي لكن في نفس الوقت اتمنى ان هو يكون فعلا كلامه حي ويقدر يعني زي ما بقول لك يا امير يعني حتى في اضيق الحدود يعني حتى في اضيق الحدود وممكن نعمل فتره يعني بتتعمل في الدوريات في بعض الدوريات من يوم كذا لكذا توقف دولي مثلا هعمل حسابي ان في يوم زياده مثلا جايز هيسافر مكان ابعد. طب طبقا لتصريحاته جميعها تعود فعلا للمدرجات وكمان طبقا لتصريحاته هل المباريات في الدوري المصري هتبقى خميس وجمعه وسبت بس فعلا دوري كامل العدد بالنسبه للجماهير اعتقد صعب يعني مدرجات كامل العدد دي صعبه الفتره الجايه. طيب مواعيد الماتشات خميس جمعه وسبت فعلا ممكن نبدا برضو عشان ما اقولش ممكن نبدا كلامه وشفناها في كم مباراه مؤخرا كان شكل الجماهير جيد وكان رائع ممكن نبدا بعدد معين 10,000 متفرج لكل مباراه يبقى النادي مثلا صاحب الارض ليه اكتر 7,000 3 للضيف الكلام ده ممكن ليها اكتر من حد انما ان انا ارجع بكامل المدرجات لا اعتقد ولا اعتقد ان الجهات الامنيه هتوافق على الكلام ده في الفتره الجايه. تمام هو قال كمان ان الخميس والجمعه والسبت دي مواعيد الماتشات في الدوري صعب برضه يعني كله كلام صعب لا صعب التنفيذ. طب دي صعبه ليه؟ لان الايام دي نفس الايام دي هي ايام الاتحاد الافريقي دائما في مبارياته وانت عندك اربع فرق بيلعبوا افريقي وماتشات افريقيا هتتوالى طب انت ما فكرتش فيها؟ افريقيا كلها احنا عارفين جمعه وسبت وحد طب انا كده هضطر اجل الانديه دي هيلعبوا 2 و3 يبقى اذا برضو مفيش انتظام بالظبط يبقى هي ظروف انت مكبر عليها بقى هي ظروف الكره لازم اتعامل مع الكره الافريقيه بشكل عام انت لازم اتعامل مع الظروف لازم لكن السوبر برضو ما قلتليش هتلعب امتى نسال المهندس عمرو الجنايني نشوف بكره ان شاء الله في الاجتماع الخاص بيهم ان شاء الله بكره الاربعاء وهيحددوا كل هذه الامور. اللجنه الخماسيه من بوابه سبورت تستقر على رئيس المسابقات مين رئيس المسابقات من خلال معلوماتك هم بيقولوا ان الاستاذ مازن مرزوق هو الاقرب اعتقد كابتن لسه اقول كابتن مازن مرزوق هو الاقرب في الفتره الجايه الا اذا اداروا بنفس فكر اتحاد الكره السابق وقالوا ان لا منقذ للكره المصريه الا الحاج عامر حسين. على فكره الراجل ده تعب السنه اللي فاتت وعمل شغل والله بجد عمل شغل كبير هو غصب عنه كل الامور اللي حدثت المجاملات اللي فعلا في مجاملات امبارح كنت بسمع الكابتن مصطفى يونس نجم النادي الاهلي السابق في محطه اذاعيه يعني بالليل فبيتكلم بيقول ان هو بيحب هاني ابو الريده جدا تمام جدا لكن اللي يعيبه المجاملات ودي اللي اثرت المجاملات ما ينفعش في الشغل المجاملات في اختيارات في كل حاجه كانت موجوده دايما ما اكذبش يعني كانت موجوده طبعا في اكثر من لجنه وبعدين انا مع تقديري واحترامي للحاج عامر حسين وبذل مجهود كبير جدا كان ليك قرارات لازم تصر عليها بس بقى اكيد بيجي عليه ضغوط من هو بيجي عليه من الاتحاد من اعضاء الاتحاد خلاص استقيل واسيب اللجنه دي انا حاطط جدول وحاطط نظام للمسابقه لجنه المسابقات انا حاطط ان انا اعمل كذا وكذا لازم يتنفذ
ولجنه المسابقات شفنا في اكتر من حاجه السنه اللي فاتت بتكيل بمكيالين في مواقف معينه وفي مباريات معينه وفي عقوبات معينه بيتم فرضها وفي حكام وفي حاجات مش يعني كان ظاهر للجميع وللمتابعين. انا مش قادر اطبق كل قراراته وما اراه كرئيس اللجنه استقيل. طيب اخر خبر محلي عايز اتكلم فيه معاك وهو فيما يتعلق بمعسكر الحكام الدوليين والمرشحين للقائمه الدوليه، وهو معسكر هيبتدى النهارده هيستمر لمده 3 ايام تقريبا، ده لو هو ابتدى النهارده يعني حسب معلوماتي ده ابتدى النهارده الا لو ابتدى من 3 4 ايام فاتوا يعني، بس طبقا للخبر انطلق خلاص المعسكر اليوم. هل المعسكر ده ممكن يساعد في تطوير الحكام ولا ده معسكر عادي يعني؟ المعتاد. المعتاد. المعسكر المعتاد لازم هيبقى فيهم جهاد جريش ولا؟ اكيد هيبقى فيهم جهاد جريش. اكيد هيبقى فيهم، ده هو محتاج معسكر لوحده الحقيقه لازم يعني بصراحه. وده مش يا جماعه برضو عشان الكلام يتفهم ليس تقليلا، لا انا مستقيلا من الكابتن جهاد جريش حكم دولي كبير، لكن الفتره اللي فاتت غير موفق اطلاقا، غير موفق ولازم يعلي من مستواه سواء هو او غيره. ابراهيم نور الدين كمان لازم يعلي من مستواه، في ناس كتيره جدا كل الحكام لازم يطوروا صوتهم لازم صح، ولكن مع احترامنا وتقديرنا اللي كان واضح في الفتره اللي فاتت جدا داخليا وخارجيا وفي بطوله افريقيا وماتش بوظه نهايه كابتن جهاد جريش. وده غريب ان راجل حكم كاس عالم بالنسبه لمصر يعني غريب. نتمنى انه يعود لمستواه المعهود يعني ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقه يا رب يكرمه ويطور باذن الله من مستواه، لان كله هيبقى في صالح الكره المصريه وفي صالح الحكام المصريين، واحنا عايزين صوره الحكام المصريين ترجع افضل من الاول. كمان زمان كان اي دوله عربيه بتلجا للحكام المصريين في مباريات حاسمه في سواء في افريقيا او في اسيا في اي حته دايما. الحكام المصريين طول عمرهم الطب في افريقيا فعلا فعلا، ان شاء الله يرجعوا لمكانهم الطبيعي باذن الله. طيب نروح عالميا بقى شويه، نبتدي بايه؟ بمحمد صلاح. محمد صلاح ليفربول على حسب الميرور بتقول ان هم بيخططوا لبيع محمد صلاح، هل ده ممكن يحصل؟ هي بس في سوء يعني ايه عايز اقول سوء ترجمه للخبر من المواقع المصريه اللي خدته والله. ليه بقى؟ لان الخبر غير نابع عن ليفربول ولا نابع عن اي مسؤول في ليفربول او اداره ليفربول. لكن الميرور 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 ما هنا لا هي الميرور صح، انا بقول لك الميرور صح، انا بقول اللي ترجموا الخبر لدي هنا في مصر ولكن هو موقع جماهير ليفربول او الموقع الجماهيري ليفربول روزينج ذا كوب، ده موقع جمهور ليفربول مشهور قوي روزينج ذا كوب طبعا، هو اللي مقدم الطلبات دي ونقلتها ميرور. ميرور قالت اكوردنج تو اكيد بيتش روزينج ذا كوب، يعني هي قالت الخبر زي ما منشور، هم بيطالبوا من الاداره ان هم يبيعوا محمد صلاح في نهايه الموسم. بابي فعلا ليست تقليل من محمد صلاح، بالعكس ده بيقولوا ان محمد صلاح وصل لمستوى ان هو ينعش الخزينه بفلوس جامده جدا. وقالوا هم عايزين يعملوا حيله كوتينيو تاني. كوتينيو كان النجم الاول لفريق ليفربول في الفتره اللي مشي فيها لبرشلونه واحد نجوم الدوري الانجليزي 160 مليون يورو. قال لك هم حتى قالوا ايه الجماهير في الموقع ده؟ قالوا احنا بعنا كوتينيو بقى عندنا اقوى خط دفاع في العالم. تعاقدنا مع فيرجن فان دايك واليسون بيكر صح بالفلوس، حارس مرمى عملاق هو الافضل في العالم ومرشح لذا بيست جوائز الفيفا النهائيه لافضل حارس في العالم، وجبنا افضل مدافع في العالم. وهياخد احسن لاعب في العالم في الحقيقه بنسبه كبيره بنسبه كبيره. تجربه مودريتش اعتقد انها تتكرر 23 سبتمبر الجاري اللي هيتم الاعلان فيها في ميلانو عن الاسم الفائز، اعتقد انه هيبقى هو. ولكن هم قالوا نكرر التجربه دي وحطوا ثلاث بدائل قدام الاداره برضو موقع الجماهير، قالوا الفرنسي كيليان امبابي وقالوا جوهره انجلترا جادون سانشو وقالوا لعيب جديد جدا اسمه لعيب الماني بيلعب في باير ليفركوزن جايب 17 جول السيزون اللي فات بس اسمه كاي هافريتس. لعيب مميز جدا ولعيب صغير عنده 19 سنه هيتم 20 السنه دي. وهم حتى ركزوا على كاي هافريتس في كلامهم، قالوا ان هو ده اللي يجي مكان صلاح. بس موضوع ان مبابي بالتحديد يجي دي صعبه قوي يعني، مبابي يا اما برشلونه ريال مدريد دي عارف انا بقول لك ضربت منك شويه. الموضوع صعب شويه لان حتى فلوسه يعني القيمه السوقيه بتاعته تتخطى محمد صلاح طبعا 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 مبدئيا يعني، هو احد ابرز اللاعبين في العالم طبعا حاليا ان لم يكن ابرزهم في الحقيقه. طيب التشكيلة المثالية لشهر أغسطس في البريمير ليج بتتضمن محمد صلاح بجانب فيرمينيو وفان دايك وأيضا جويل ماتيب من ليفربول وأجويرو ستيرلينج ودي بروين من مانشستر سيتي، هوجلرز حارس توتنهام وماسواكو نجم ويستام وماك جين نجم نجوم فريق أستون فيلا. هل أنت شايف دول أبرز فعلا تشكيلة أو أبرز لاعبين في شهر أغسطس؟
تكاد تكون التشكيله الاقرب يعني، خاصة في اختيارات ليفربول ومانشستر سيتي، الفريقين الأبرز طبعا. زي ما كان بينهم الصراع السنة اللي فاتت هيستمر السنة دي، الصراع مستمر السنة دي. 12 بوينت ليفربول كسب الأربع ماتشات، و10 مانشستر سيتي التعادل بس مع توتنهام في المباراة اللي هي 2-2، فهم الأبرز هم اللي لعبته. من الجميل في الاختيارات دي أو الغريب شوية جول ماتيب، مدافع ليفربول اللي يعني دايما بيسخروا منه، ومستواه متواضع بس على فكره مستواه الفتره الاخيره ثابت بشكل كويس وبيتقدم بالثابت. بس انا عايز اقول لك مستواه بيعلى، مستواه بيعلى. وبرده في اختيار ان الناس دي اختيار فنيات، اختيار عالي يعني، وبيؤكد فكر كلوب يعني دايما في الاعتماد على محمد صلاح. مش عشان هو نجمنا ولا يعني حاجه، إن الناس كلها كانت متوقعه ان يورجن كلوب هيلجا لمدافع السنه دي جديد يجيبه عشان يلعب مكان لوفرن او ماتب، يكون بجوار فان دايك. بس هو ما جابش حد، مع ان هو واثق في الموضوع. جاب شاب صغير كده ده في نص الملعب هولندي مدافع برضه، بيلعب نص ملعب مدافع وبيلعب قلب دفاع، وبرضه هولندي، وبيقولوا عليه هيبقى خليفه فان دايك وهيبقى معجزه. ما اعتقدش انه بيلعب مدافع، هو بيلعب نص ملعب. تمام. لكن عموما يعني هو يورجن كلوب ليد مان. هي الفكره هنا ان اختيارهم لمحمد صلاح ده بيرد على الانتقادات والانتقادات الفتره اللي فاتت من الجماهير اللي قالوا انا نيت محمد صلاح وكذا. محمد صلاح لاعب مؤثر جدا في مباراه ليفربول، حتى ولو لم يسجل، رغم ان هو بيسجل وعامل بدايه موسم جيده جدا، حتى لو يمرر احيانا زي ما بنقول دايما المهاجم لازم والجناح المهاجم يبقى عنده سن الطمع طبعا، ولكن محمد صلاح لعيب محوري على طول الخط بتاع ليفربول. تمام، ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. يا استاذ ايهاب نورتني وشرفتني واتكلمنا في حاجات كتير قوي بصراحه، بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي وتحيات الجماهير النادي الاهلي، وبنتمنى التوفيق للفريق ان شاء الله الفتره الجايه والمستر فايلر وان شاء الله القادم افضل. بشكرك جدا استاذ ايهاب الجديدي الناقد الرياضي بموقع جريده اسال اسبانيه، اتكلمنا في ملفات عديده جدا محليا وعالميا كمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد ان شاء الله من حلقه جديده. الى اللقاء.